لا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك، يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. هلو هلو هلو، يعني ما أعتقد أني حتى بيوم عرسي راح أتوتر مثل توتر اليوم. المهم عندي good news، راح أشوفكم بعد 3 ساعات، يعني الساعة 5. وتخيلوا أن رفيجتي ماي، one of my bestest friends اللي كنت معاها بالعيد في دبي، جاية all the way from Dubai عشان تحضر حفل توقيع الكتاب. يعني الله يطعني عنك يا مي. سويت شاي كوبا اليوم، اعتمدت اللوك اللي very simple، بسيط وانيق. عادي صورت شاي. ايه عادي. هاي هلو، شلونكم؟ وهذه قلبي اليوم قاعد تسوي لي الميك اب. الخدود صح؟ في لحميات على الخدود. خدود بس ظهرها لان الوجه ما. شنو راح نسوي اليوم؟ الوان احمر ترابي صح؟ في لحميات على لان روان كله بدون ميك اب، ما في. وراح البس رموش خلود، عندها اونلاين فلاشز. اخر شيء احط لكم اكونتها فيها اللاشز. Guys، هذا اللوك الفاينل، وايد حلو. Thank you so much. وخلود ترى Thank you. وخلود ترى ما عندها صالون، بس خدمة منازل. راح أحط لكم هير إنستغرام وهير سناب شات رقم تليفونها. وشنو بعد خلود؟ أطلع عرايس، منازل، فنادق، أي مكان يعني تبوني أطلع لكم، سواء بالجهرة أو من هيمان، أي منطقة بالكويت أي لكم. و I'm not a fan of heavy makeup. ما أحب الميكب الثقيل، بس روعة بنات صح؟ اللبس من نمشي. خلنا وايد حلو محمد. راح اهديها كتابي وهي راح تهديني كتابي. يلا ان شاء الله. ومنو بعد هني؟ عبود. هاي احمد. تمام. لا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك، يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة.